دايما بيكون لي البدايات ذكرى حلوة في نفوسنا، وأحيانا ممكن تكون يعني ذكرى ما كانتش قد كده فتفضل يعني معلمة في حياتنا أو نفضل دايما فاكرينها. وهو ده سؤالنا النهاردة في حلقتنا في صباح الخير يا مصر. السؤال بيقول موقف، احكونا عن موقف حصل معاكم في الانترفيو ومش ممكن تنسوه أبدا، واسأل جمانة في السؤال ده. مش عارفة والله في ديدك من ايه. مواقف كتير قوي والله، بس هقول لك. مره كنت كان قبل ما اخش مجال الاعلام يعني، كنت رايحه كان عندي انترفيو في احدى الشركات ليها علاقه طبعا بصيدله، ويعني كانت حاجه مش صيدله كمان يعني، كانت تامين طبي يعني. لا. فكان عندي انترفيو وطبعا كنت يعني برضو صغيره، فالمهم انا عارفه ان انا عندي انترفيو مع حد يعني واحد. بعدين دخلت لقيت واحده بتفتح لي الباب اتفضلي، فاوكي لقيتها بتعمل معايا الانترفيو، بتتكلم معايا وبتسالني، بس اسئله بقى غريبه جدا يعني، اسئله اول ما فتحت لي قاعده كده قاعده على الباب كده، عارف قاعده على الباب كده وبصالي، انت برج ايه؟ ف ما في يعني. رحت قايله برج كذا، مخطوبه؟ فانا ما في يعني كل ده انترفيو شغل تاني. انا برد برضو انا مش فاهمه، مش عارفه مين دي حتى. المهم كملنا وبرده الكلام كله ملوش اي علاقه خالص بالشغل خالص. المهم راحت فاتحه الباب وخارجه، انا كل ده ما اعرفش مين دي. راح جاي راجل بقى المفروض اعمل معاه انترفيو، بنت صاحب الشركه تاني مراته اصلا، ومش شغاله، هي كانت موجوده لازم تعرف مخطوبه. يعني كانت موجوده قاعده في المكتب، ففي واحد قاعد بره دخلت، هي ابتدت تسال بتدي تقييم الاول للمتقدمين، بعد كده نبدا يعني ده نوظفه ولا ما نوظفوش. فانا يعني ابتدى يسالني، فبقول له يعني خلاص، والاسئله ليها علاقه انترفيو طبيعي بقى عادي خالص. بعدين في الاخر بقى مين المدام؟ لا انا ما عرفتش، طلعت بره بقول لها بس حضرتك، هو كان في السكرتيره المساعده بتاعه المدير يعني، بقول لها بس في اثنين عملوا معايا انترفيو. قالت لي اثنين مين؟ قلت لها كذا، قال لي لا حضرتك مش معانا في الشركه اصلا، دي مش موجوده. انترفيو واحد كان متخصص والثاني علاقات عامه، فيعني اعرف الموضوع ده. لا بس بعد كده يعني هو انا اشتغلت على فكره بالمناسبه، وعلى فكره لا بقينا كلنا يعني اصدقاء يعني، انا وهو ومراته، بس هي كانت حبتت. لازم تطمن برضو. غالبا يعني انت ايه بقى الموقف اللي حصلت معاك؟ لا انا برضو يعني حديثي ولا حرج يعني، فكره مواقف الانترفيو دي بتبقى كتير قوي، لكن الموقف اللي هفضل فاكره في حياتي هو كان موقف يعني في نوع من انواع القهر شويه. ليه؟ اه والله ده حقيقه حصل. انا كنت تقريبا عارفه انت الجو بقى ايه، خريف اكتوبر 2010 اغسطس 89. لا والله ده اللي حصل حقيقي. كنت برضو داخل انترفيو، واول ما دخلت الانترفيو انا كان ساعتها كنت شغال في يعني حاجه قطاع خاص، ولقيت يعني كان ريليتد بالاعلام، ولقيت ساعتها بيقولوا لي في انترفيو عاوزين طالبين ساعتها في الوقت ده مراسلين. فقلت حلو اروح اقدم حقي كمواطن يعني. فمجرد ما دخلت الانترفيو قالوا لي فلان هو اللي عنده هو هيكون رئيس اللجنه. عاوز اقول لك يا جماعه، فلان ده يطيق العمى ولا يطيقكيش. ما تقيقيش انا ولا انت؟ انا يعني. اوكي. لا انت ما لا حدد الجمله. والله فعلا يعني بيشوفني يعني ما تفهميش، حد يقول لي في ايه ما بين، وانا عمري في حياتي ما شفته، عارفه انت اللي هو في طاقات كده يعني ربنا بيوفقها او خلاص بتنفر من بعضها. دي عدم القبول. بالظبط. فاللي هو مش فاهم، طب فلان، قلت لهم خلاص انا مش محتاج ادخل الانترفيو يعني، فلان ده اصلا هو ما بيحبنيش لله في لله، ده ما بيسلمش عليا لما يشوفني. طب بس بقول لك ايه، ده طيب وادخل له كده ايه راضيه بكلمتين قبل الانترفيو يعني، ايه ادخل عرفه ان انت هتبقى موجود حتى في اللجنه. تمام. دخلت خبطت، عارفه انت جانا البيان التالي. دخلت خبطت عليه، مساء الخير يا فندم، مساء النور، اؤمر. قلت له بس هو في انترفيو يعني كمان شويه، وانا عرفت ان انتم محتاجين وظيفه فلانيه وانا مقدم فيها، وعرفت ان حضرتك موجود فقلت بس ادي لحضرتك علمي يعني. قال لي لا. قلت له خير. فقال لي الاختبار ده مش ليك. فبقول له ازاي يا فندم يعني، انا عاوز اخد فرصتي. قال لي لا والله احنا معانا رقمك ولما نعوزك هنكلمك، فرصه سعيده، اتفضل، المقابله انتهت. انا عارفه اللي هو طالع صعب عليا نفسي قوي. والله فعلا ده اللي حصل، صعب عليا نفسي جدا. ايه ده، هو ده يعني، ده انا حتى ما دخلت، طب دخلني الانترفيو سقطني حتى، ما عنديش مشكله. فده من قبلها لا اتفضل المقابله انتهت.
بس كرم ربنا بقى يعني هنا دايما فعلا ربنا بيعوض الواحد. والله يا جمانة انا يعني الانترفيو مثلا كان وليكن في الدور الثمانين، انا وانا نازل خلاص في الريسبشن لقيت بيجيلي مكالمة ان انا ناس عاوزين يعني حد في نفس الوظيفة اللي انا كنت مقدم لها خلاص، وكان الموضوع دولار كمان، عارفة اللي هو يعني انت قبض بالدولار وربنا كرمك وده طالبينك بالاسم، احنا شفنا شغلك وعاوزينك، عندك دلوقتي حالة مقابلة لو كده تعلمنا دلوقتي حالة، واروح وربنا يكرمني ويوفقني واجتاز الاختبار واشتغل في القناة دي وقتها او في الوكالة دي وقتها. فلو عارفة حظك سبحان الله. يعني بص انا بقولك هو فعلا جبر الخواطر، يعني انت يعني فوق اللي حصل تحت حاجة تانية تماما حصلت معك. اه مش هنساها، ويمكن الاحسن بقى من ده كمان ان بعدها ربنا كرمني، بعد ما ربنا كرمني وحققت يعني الحمد لله بقيت احمد عبد الصمد يعني الى حد ما يعني، او حققت اللي انا بتمناه، شفت الشخص ده فبقول له انا عاوز اسال حضرتك سؤال، هو ليه حضرتك دايما بتقسو عليا؟ يعني انا لله في لله ما بتحمل. فلقيت رده عليا كان ايه؟ انت خامه كويسه وكان لازم اضغط عليها عشان تطلع افضل ما قلت لها. ايوه شفت فيلم الثمانينات ده انا فاهمه. شوف الرد ده، بس انت موقفك غير موقفي خالص، يعني مواقفك مختلفه تماما. هحكي لك سريعا موقف تاني. اتفضل. كنت داخله برضو انترفيو وحاسه ان انا وقعت، يعني انا داخله بفتح الباب غالبا كان في سجاده انا مش شايفاها فوقعت. الشغل انا باظت. لا خالص، انا قمت وضحكت، يعني انا ضحكت عادي جدا وقعت وايمن منتهى الثقه، مفيش اي مشكله، مساء الخير يا فندم، صباحك يا فندم. وقعدت على الكرسي كملت الانترفيو عادي. بعدها اتقال لي انت عارفه يعني الانترفيو دي خدناكي ليه؟ عشان الوقعه اللي وقعت، عشان الثقه في النفس لما قمت. ايوه ثبات انفعالي. لا والله دي عادي خالص. فهي والله فعلا سبحان الله، يعني اعتقد هي بتبقى حاجات فعلا بنفتكرها فيها اللطيف زي ما احنا بنتكلم كده، حاجات تضحك وفيها ممكن اللي يضايق، فيها اللي ادانا دفع ان احنا نكمل، فيها اللي حمسنا، فيها اللي زي ما قلت حضرتك ممكن يضحكنا دلوقتي. لكن عامه هديكوا بعض النصايح كده للانترفيوز او لمقابلات التوظيف، حاجات سريعه جدا. اولا لازم السي في او السيره الذاتيه اللي رايحه لازم تكون متاكد منها جدا وعارف هي كل كلمه وكل حرف فيها مكتوب فيه ايه، ويبقى عندك فعل يعني يبقى حقيقي، بلاش الحاجات اللي بتتكتب في النص دي مش حقيقية عشان بتتعرف. دي حاجة. تاني حاجة لازم الثقة في النفس، يعني لأبعد الحدود بقى. صحيح. تالت حاجة لازم تروح في الميعاد بالظبط، يعني أو كمان يمكن قبلها بعشر دقايق شوية. لازم ردودك تكون ذكية جدا جدا، يعني السؤال اللي بيتسألك أحيانا من الشخص اللي بيقوم بالمقابلة الوظيفية دي ممكن سؤال أصلا ما يبقاش الرد الطبيعي هو ده اللي هو عايزه، بيبقى في رد تاني، فلازم تبقى مركز جدا في السؤال وتبقى عارف انت بتقول ايه. لما تيجي تتكلم مثلا او يسالك السؤال المتعلق بالفلوس او بالمرتب لازم تكون قوي جدا وانت بترد، لازم تكون عارف انت بتقول ايه كويس وانت بترد، لا مكسوف والله انا ما بعرفش اتكلم في الموضوع ده، ولا تدي رقم برضو ابعد بكتير. لازم تبقى عارف حدودك فين، واثق في نفسك جدا، تبقى عندك حماسه وانت داخل اللي قدامك يحس ان انت متحمس ان انت تبقى موجود او ليك دور في المكان اللي انت رايحه. انا متفق تماما معاكي في كل اللي انت قلتيه، وتحديدا في جزئيه المرتب، لان في بعض الناس بتبالغ او بتشوف ايه انا فلان بياخد مثلا 10 جنيه، لا انا هطلب 20 اصلا انا شايف نفسي احسن من فلان. هي ما بتتقاس كده، لان دايما اي شركه انت بتدخليها هي اصلا بيبقوا سائلين وعارفين انت مرتبك تقريبا كام في شركتك، فخلي يبقى عندك عارفه بالظبط متوسط. لو انت بتاخد هنا 1000 روح الناحيه الثانيه ب 2000، يعني يبقى في متوسط معروف يعني. فيعني على اي حال دي نصايح جمانه ليكم في الانترفيو وفي السي في تحديدا لما بتعملوه، لان دايما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه، فحاول تقدم نفسك في يعني ابهى صوره تقدر تقدمها لنفسك، لان ده الانطباع كمان اللي بيدوم وبيفضل موجود عندك. ده سؤالنا النهارده في حلقتنا في صباح الخير يا مصر اللي موجود على كل صفحاتنا الخاصه بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنتظرين اجاباتكم عليه. ايه هو الموقف اللي حصل لكم في الانترفيو ومش ممكن يعني ما تنسوهوش ابدا؟ صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير.